الاخوان تسلم واحد العشيه للدوره السكانيه واحد وعلى تقطيع التراب وعلى توضيح خطوط الجماعه لانه النقطه هذه اساسيه ومهمه ولا بد الاخوان تسلموا عليها. طبعا غير الايجاز هذه واحد تقطيع جا انتقالي 2009 كان تقطيع 2003 وجا تقطيع 2009 وتضافوا بعض المناطق اللي حنا كاملين هنا مثلا غير المقاطعه ديالنا اللي في زايس اللي تنتمشحنا فيها مثلا سي باحسين تاع سي الحميده سي سلي حنايا ترشحات المايا مشينا عند المواطنين واللي صوت علينا واللي صوت على الاخر واللي صوت على الاخر لانهم تابعين لتراث الجماعه نظرا للتقطيع اللي تحت الوزاره الداخليه واللي دائما كان تيكون تيبقى المحصول كيتعطل من بعد ولكن عمرو ما كان تيخلق المشكله خلق ذلك. هذا من بعد هذا تقطيع جميع السلطات المحليه والامنيه قامت حتى نقولوا باساسيون فرونسين طبعا باساسيون فرونسين بحيث انه الامن كل شيء تعرف بانه داخل المدار الحضاري كاين الامن الوطني وخارج المدار الحضاري كاين ضعف الملك فوقعت لاباساسيون ما بين ضعف والامن كل شيء تعرف بانه عندنا مناطق الحضارية باشا مثلا ديال الحواس فاس وعندنا مثلا باشا ديال سعيس وهذه المناطق هذه تضافت الى مقاطعة سعيس والسلطة المحلية هذاك باساسيون فرونسي الباشا ديال فاس هو اللي كاين هذا المواطن اللي ساكن في هذه الدوائر هذه اولا الممثلين ديالو بحيث بانهم هما صوتوا في الانتخابات الاخيره اذا الممثلين ديالهم موجودين فين؟ موجودين في مجلس مدينه فاس وانا واحد منهم والاخرين تيتكلموا راه وحدين منهم حنا ممثلين ديال ذاك السكينه في المقابل في جماعات في جماعه المجاوره ولا الطيب ما كاينش هناك ممثلين ديمقراطيين لهذه السكينه هتهضر على الجماعه لان تشاركت في جماعات اخرى ولكن الجماعه لان تارت وحنا عارفين اشتركت هذا المساله ولكن لا بد نتكلم عليها هذا المشكل هذا المواطنين هذو غير ليسوا بممثلين في هذا المنطقه جينا هذا المواطن هذا تيبغي يشارك السكنه تيقول له سير عند الباشا زايد تاخذ شهاده ديال الاقامه هذا بغى شي واحد الورقه كذا سير هذا مستمر على حسب المستمر كاين المستمر اللي تناقصوا له تدوز المشكل ما كاين مشكل وكاين المستمر اللي ما تيكون مشكل جينا كنتسناو دابا يجي تقطع وتفصل حنا تنطلبو غير من السلطه الوصيه انها تفصل في هذا المشكل هذا راه كان كتفصل في هذا المشكل ما كاين لا مشكل من الواقع هنا شي بعد اولا ما كاين لا ديال البنك المعجان لا حتى شي حاجه وهادشي ان شاء الله غادي يزيد هادشي كاين هاد تنتسناو انا كنا كنتسناو انها تفصل باش ما يبقاش هذا المشكل الا ان هذا المشكل العكس حتى على واحد المؤسسه وطنيه مهمه جدا مؤسسه العمران مؤسسة العمران 560 محل واجد الناس ديال السكان ديال ذاك المنطقة اللي راهم صوتوا عليها الإخوان راه كاين اللي صوتوا عليها الناس وتنظن هذوك الناس كيعطيك في طوق الصوت ديالو ولا بد أنك ملزم أنك تشكلوا هذا المشكل تحاول واخا ماشي تكون تشكل مباشر ولكن تحاول هاد الناس هادو تياخذوا دفعوا واحد التصويت وتيحصلوا كريدي الكريدي باش ياخذوه تيخص هذيك المؤسسة العمرة تعطيهم التيك هذاك التيك مؤسسة اللي هي مكلفة قال العمرة ما عطاتش شي وحدين ولكن هذاك قالوا له لا حنا عندي تقطيع ديال 98 وتيعطاكو لا تقطيع ديال 2003 ولا تقطيع ديال 2009 انا عندي تقطيع ديال 98 هو اللي تيحكم وبقاو هذوك الناس ما هما سكنهم تيراهم خاويين بقاو مسكنهم ما هما إذا جماعة كلها بدات تحمل مسؤوليتها لإثارة انتباه المسؤولين وقمنا بواحد المبادرة اللي هي هذا الرئيس والمكتب وهذا المنتخبين مازال تنكتب منتخبين وطنيين غيورين طبعا حبا المبادرة مقابل أنه لا بد أننا ندافع عن المكتسبات ديال المدينة لأن حنا مرشحين في المدينة ديال فاس أنا نهار نكون مرشح في بلاصة أخرى وندافع عليها هذه مسألة طبيعية تمثيلية انتخابية هذه كتسمى التمثيلية الانتخابية والناس اللي عطاني صوتي تيقلبني واحد المسؤولية كبيرة تيطوقني بهذه المسؤولية
هنايا هذا الهدف تاعنا الانتباه، وتم الاعلان عن دورة استثنائية، والمجلس كان استطاع بكل شجاعة انه يمشي الى ابعد مالي، لان هاد الناس هادو استاذ الحميدة انا مبغيتش ندخل لهم في انتخابات من جهتين المرة الجاية عندهم، انا بعد الله يحميني ما نقدر معاهم، هاد الناس هادو الله تنحشم في يدو لان دزت تما في انتخابات، مازال عندنا مشكل ترابي وما استطعناش اننا نديو لهم نقدموا لهم اي خدمة. انا هاد المواطن هذا انا عندي معاه واحد العقدة ما يمكنش نهائيا انا فهمت انا كيفاش غنجي ندافع على واحد اتجاه اخر بهذا الجزائر تشكي واضح واضح وهادشي اللي تكلموا الاخوان راه مشجع في المحاضر نصبصوا انفسكم محامين على واحد جماعه اخرى اللي ماشي جماعتنا هنا في جماعه فاس وانا كنتسال على هاد انا شخصيا كنتسال على هاد التقارب وهاد احنا فاهمين انتخابات عكاز ديال بويا يعقوب اللي قبل منا حنا عارفين ولكن بزاف بهذا الشكل هذا اننا نضغطوا دافعوا على جماعه اخرى نقولوا بان جماعه فاس انا ندافعوا على واحد طرح وعلى واحد يمكن الى غدا حمل المحكمه مثلا نفرضوا حنايا شينا تما بإعادة السلطة تفويت المهام كلش ولا حمل المحكمة على فاس مشي باع غير هذاك الشيء كاملين الناس ولكن ماشي معقل اننا نقولوا مجال واحد المؤسسه اللي خدمت واحد الناس بحال واللي خدامه وقدات الماليه ديالها نجيو نقولوا لا راه هذا الشيء راه حنا هذا تنقولوا هذه المساله هذه كنا واضح فيها وتحملنا مسؤوليتنا ومازال غنتحملوا فيها مسؤوليتنا والحمد لله كان التفاعل الايجابي ديال الشعب في مدينه فاس وكان ايضا التفاعل الايجابي ديال السلطه الوصيه في شخص وزير الداخليه المحترم اللي قد الضمانات لان صحيح ولا المشكل غيتحل حنا ما تنقولوش حنا تنقولو غير وضحوا لنا ما صيفطيو لنا واحد النهار نديرو حنا في واحد البلاصه تعاقدنا مع واحد الناس معنويا شنو نقولو لهم حنا دابا وضحوا لنا انا ما نستطعش نضحك على المواطن نهائيا لانه ولا شحال الاخوان هنا كاملين ما نستطعش غدا نقول للناس راه حنا كنا غير هذا وراه غير وقع شي حاجه ما دام وقع كاين واحد المسؤوليه مشينا غدا غنحكي على الناس تنكون واضح معاهم هذه النقطه هذه وزاره الداخليه الان وعدت انه هذا المشكل هذا في طور الحل النهائي احنا عندنا كل ثقه في المؤسسه كونوا وهذا التحامل على مصالح المدينه في الحقيقه راه ما لم يتر استغرابا لانه كيجي مطابق واحد الاجنده حكوميه اللي كتقاوم كل عمل تنموي في مدينه فاس ومن بعد ما تكلمنا على الهجوم والسب حق المدينه في الدوره القضيه احنا جانا اخر تدخل ديال السي رئيس الحكومه المحترم باسم النواب فرد واللي حطات مدينه فاس كلشي فهم لان حطات مدينه فاس واحد الأهمية واحد النصيب مهم جدا ماشي بالمشاريع ماشي دغيا في فاس أنا ما فهمتش كيفاش حنا يا السلطان نصر الله كيفاش الشهادة ديال الألف ديال فاس ديال العمل اللي قام به وسي رئيس الحكومة لا غيتكلم على شي مدينة يتكلم على مدن أخرى ما نسميهاش ولكن مدن أخرى اللي متبوت أنه فيهم سوء تسيير متبوتة في شهادة أعلى سلطة في البلاد اللي تنجلوه ونتكلموا على المدينه ديال فاس في خطاب ديال ساعه ونص تتاخذ فاس فيه واحد الشكل كبير كنت كنتمنى وغنكون اول المصفقين كان سي رئيس الحكومه جا وقدم للمواطنين عامه في المغرب قال لهم شنو المشاريع اللي قدمت الحكومه في ثلاث سنوات مدينه فاس درناها في مدينه فاس كذا جينا فتحنا الملعب اللي هو الان درنا على الرياضه الجمهور ديال مدينه فاس محروم ما غيشوف لا كاس العالم الانديه ما غيشوف لا كاس افريقيا ولا مباراه وكنا وصلنا مع الوزير السابق انه هو لا بد ان يتصلح ويرجع حتى هو الى اخر لحظه تيتحذف مكتب الدراسات كيتحذف بالعام ديال فاس مكتب الدراسات كيمشي غير ديال الرباط وهذا الشيء راني خاطبنا وقلنا له مباشره للوزير الشيوعي هاي ولا سي رئيس الحكومه محترم قلنا له غير معقول شنو نقول للشباب في مدينه فاس وجبنا لهم انا كنت نتمنى رئيس الحكومه يقول شيدنا ثلاث سنين كتابة كبيرة شيدنا مثلا عطيناك حنا تنأكد الجميع أنه العمل والمشاريع اللي كتقام في المدينة اللي كروبات هذا العمل والمشاريع اللي كتتم في المدينة كلها
كلها بدون استثناء في ميزانية اللي كتصوتوا عليها نتوما واللي كتعملوها نتوما اللي كيقوم عليها المجلس، كلها في ميزانية واحدة هي ديال ميزانية فاس، ومجلس المدينة فاس برجالاته ونسائه، وهاد فاس العاصمة الروحية والثقافية والعلمية برجالها ونسائها، غادي تزيد الصامت، وهاد التسمية غادي تزيد الصامت رغم هاد العراقيل ورغم هاد الدسائس اللي كتعرض لها، غادي تزيد الصامت والتنمية إن شاء الله متواصلة للمدينة، وحدايا اللي جاي يعاوننا الله يجازيه بخير، وهاد المدينة راه صعيبة الإخوان، شي لا مولاي إدريس، هاد المدينة هادي راه الله اللي خدمها إلى دائما الفوق. والله اللي يخدم ضدها والله يعمرها ويشوف البرشيحه. لانه اليوم كان انا معتز بحضوري في الدوره هذه، فيها سونيا كاينه النقاش، كاين حوار هادئ، حقين رأي جوج ديمقراط حقيقه اللي بغينا يكون واللي يعطي الصوره ديال المنتخب ديال فاس، وكنشكرك عليها ونشكر الاخوان والاخوات اللي تاهما مصاهرين على هذا. أنا بصراحة ما بغيناش ندخلو في هذا الموضوع، والله ما بغينا ندخلو فيه، لأنه معين به بشكل مباشر، وبغينا خلينا الأخ دار رسالة فيها قيمة، ولكن ببساطة فاش درت مجموعة ديال الملاحظات نقدمو بعض الإلاحات بسيطة جدا، حنا عارفين المشكل اللي كاين هنا مرتبط بالرسوم ديال 2008، والسياق فين جاو الرسوم حنا عارفينو، كانت حكومة ديال السيد عباس الفاسي. وعارفين بانه كاين مشكل كبير وحنا اللي كنخافوا منه هو العضو ديال الجماعه مازال عندهم واحد الضروريه في فهم اختصاص المكان ديال الجماعه، وكنعرفوا السيد الرئيس ما بين التقطيع الترابي والتقطيع الجماعي اللي هو مختلف بشكل كبير، واعتقد ما يقع اليوم راه ماشي في الصبر ديال جوج ليكتارات، ما يقع اليوم 450 ليكتار، فين كاين الفيلا العمرانية والجابري وفين كاين المشاكل الحقيقيه، بس لا حنا تنهضروا هنا فين كاين المشاكل. والحق في الباط والجابري وغيره، حنا بغينا نقول هذا المشكل كاين قرار، هيا يكون نزاع، طبيعي يكون نزاع، ويقدروا نكونوا فهمنا كأطر ولا كمسؤولين اللي تنكبروا بشكل مباشر في هذه الجماعة، مازال ما كنميزوش بين اختصاص المكان ديال كل جماعة جماعة، ولكن ديما اللي يحز في نفسنا كفريق سياسي هو أنه الصورة ديال فاس تكون عندها صراع ما بين السلطة والمصالح، حنا نصر ونلح بأن علاقتنا كمجلس خصها تكون علاقة تعاون مع السلطة المصالح، لا شخصية الوالي وبغينا أنا مع السيد الرئيس إذا كانت مشاكل هادشي ديال عدم مفيد استعمال تيز السلطة العامة باش تطبق قرارات الجمعية، خاص السلطة المصالح تحل المسؤولية، كذلك بغينا تكون علاقة تعاون حقيقية، أنا ما بغيتش نعطي الصورة الرأي العام راه تسيء الحامل إن شاء الله، تسيء المجلس. انا اعتقد ان الدور السيد احمد باش ندخلوا في هذا الاتجاه تسيبوا لي المجلس لانه كاننا حنا في السويس، ولهذا بغيت ناكد بان ما بغيناش ندخلوا في هذا النقاش هذا معين به بشكل مباشر، ثاني ما قداش يتحل الاداري ممكن يتحل القضاء وهذه هي دور المؤسسات وشكرا. لا وكاين هناك تبعات قانونيه لكل منهما وبالتالي ما خصناش ندخلوا في هذا الامر لان كاين اختلاف باش ما نعللوش هذه الاخرى. هذه النقطة الأولى، وإلا فهذوك الدوامير الثلاثة خصهم التفاتة من طرف المجلس ككل، دوار صفاطي ودوار كرامة ودوار البورصي، لأنهم بالفعل أرشقوا بالمظهر الحضاري، ولكن راه هذا الدور ديال المجلس باش أنه يتفق فيهم وخاطر في مقاطعة زيت وتنعرفوا الإشكالات والإجراءات ديالهم، وخاطر دوار صفاطي هذا الشيء اللي وقع في الطبيعي، باش نرجعوا لهم هذا الشيء اللي خصنا نفهموا. ثانيا حنا مستعدين بالدفاع بانه تنقولوا بانهم تحملوا التبعات ونتحملوا التبعات، ولكن بعد تدبير وتشاور وهذا ولا وقع شي خطا تنتحملوا التبعات لان التشاور ما فيه وتشاركنا فيه، ولكن لما تيكون واحد وتترتب عليه اما حكم قضائي او التزامات ماليه او تدبير تدبيرات فهنا خصنا نتحملوا مسؤوليتنا ونقولوا شنو اللي خصو يتقال، هذا هو اللي كاين.